عصير عصير. يلا يا ميمي. يلا يا مريم. ابلعي ابلعي. والله ملون شكله. ايه؟ ها يلا يلا. اليوم استقبلنا عدد من الاطفال يفوق 300 طفل، تم تطعيمهم ضد شلل الاطفال رغم الحصار والحرب. كانوا على اساس انه يكون في خلال فتره التطعيم يكون هدنه، لكن ما صارش اي شيء من هذا الكلام، وصار تهجير لبيت حنون وقصف. ورغم كل هذا طعمنا اولادنا وبنحب الحياه والحمد لله على كل حال. نحن جايبين اطفالنا واحنا في ظل القصف العشوائي، ان الطرق غير امنه حتى انه احنا نجيب اطفالنا للتطعيم. الله يسلمك.